وأما مسألة الفشل الكلوي، الفشل الكلوي له صورتان: الدموي والبريتوني. الدموي هو الذي تكون هناك كلية صناعية خارجية يخرج إليها الدم فتنقيه، ثم يعود الدم منقى وفيه بعض المواد الكيماوية والغذائية إلى الإنسان، هذا الدموي. النوع الثاني البريتوني، وهو كلية صناعية يضعونها في جدار البطن للمريض وتكون دائمة. والفشل الكلوي، غسيل الفشل الكلوي بنوعيه الدموي والبريتوني، فإنه مفطر، وبهذا أفتى علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمة الله عليه.